بلوسون بهذا السوء حقا؟ هاي! لا لا لا، أنتن لا تفهمن. سوف أشرح لكن. منذ زمن طويل صنعني البروفيسور. كنت الفتاة المثالية، لطيفة وقوية وذكية للغاية. لقد سمعنا هذا الجزء بالفعل. حسنا. أريد حليبا! كانت قوايا خطيرة للغاية. كنت أدمر كل ما ألمسه. ولو بقيت أنا فقط لم أتمكن من أذية البروفيسور مرة أخرى، لذا هربت إلى مكان لن تشكل فيه قوايا خطراً على أي أحد. جزيرة مهجورة مغطاة بالرماد البركاني الجميل والنباتات المورقة لكي لا تلاحظنا أبداً. جزيرة فضلات الطيور.